فإن المجلس يرحب بقيام لبنان بتنسيق جهوده المبذولة لحل الشواغل البارزة أو القلق في مجال السلامة، مؤكدا أن المجلس أحاط علما أن لبنان قد أحرز تقدما جيد جدا في هذا الصدد، بعد أن كان قد أدرج في مرحلة سابقة بتقدير حد أدنى ثم انتقل فيها إلى مرحلة جيد خلال الشهرين الماضيين. مؤتمر أسواق المال في بيروت يناقش إنشاء بورصة جديدة في بيروت وتداعياته، تقرير والتفاصيل. غياب الدولة بأكملها بدءا من الرأس وعجز النواب عن تحديث القوانين المالية أدى إلى قرب نشوء بورصة ثانية في بيروت. البورصة الجديدة ببيروت شو تداعياتها، شو تأثيرها، شو حسناتها، شو معقول يكون لها تأثير على بورصة بيروت الحالية، لأنه رح يتواجدوا اثنينهم بذات الوقت، رح يحكوا إذا هالبورصة الجديدة رح تضعف بورصة بيروت الحالية، شو حسناتها، شو معقول يكون تأثير أسعار النفط يلي عم نشوفها قديه عم تتدهور على أسواق المالية بلبنان، هل رح يكون له تأثير كتير كبير للبنان، لأنه يمكن الخليج يصير يوظف أقل، يمكن يصير يودي أقل أموال على لبنان، الاستثمارات اللي عم تجي على لبنان الخارجية يمكن تخف كتير كبير. الخبير الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية جهاد الحكيم يقول إن مؤتمر أسواق المال في لبنان الذي سينعقد مساء الأربعاء في 9 من كانون الأول في جامعة الشرق الأوسط ميدل إيست يونيفرسيتي سيتناول هذا الأمر. المؤتمر رح يصير بجامعة الشرق الأوسط يلي موجودة بالسبتية ميدل إيست يونيفرسيتي، ورح يكون أبرز المحاضرين فيها رئيس بورصة بيروت الدكتور غالب محمصاني، وعضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية الأستاذ فراس صفي الدين. ونعرف أنه الهيئة هي مخولة أنه تقدر ترخص للبورصة بيروت الجديدة، وهن كانوا عملوا إصلاحات مالية كبيرة كان لها ترتبات كتير جيدة على أكثر من صعيد، وخصوصا أنه الإصلاحات هي مش بس للشركات إلى البنوك، وكمان هي للمؤسسات المالية يلي بتتعاطى التداول بالبورصة. متحدثون في المؤتمر من بورصة بيروت ومن هيئة أسواق المال. هلا هو ما في يكون في إدراج مزدوج، لكن البورصة الجديدة رح يكون عندها كتير حسنات، إنه رح يكون بتجيز البيع على المكشوف، وهذا الشيء مش موجود ببورصة بيروت الحالية. بورصة بيروت الحالية منها شمولية، يعني ما فيها كل الأسهم يلي بتعكس الاقتصاد اللبناني، يعني ما في عنا شركات إنتاجية، ما عنا شركات سياحية، شركات العقارية ما في غير سوليدار. بس المشكلة كنت بفضل إنه البورصة الحالية تكون تحت مظلة بيروت، تحت مظلة بورصة بيروت الحالية، لأنه رح يصار إلى في المستقبل إلى تخصيص بورصة بيروت الحالية. البورصة الجديدة رح يكون في كمان عليها تداول بالمشتقات المالية، تداول بالعمولات، تداول لسندات الخزينة يلي كمان رح يكونوا مدرجين على بورصة بيروت الجديدة. إذن الموعد الأربعاء الساعة 6 مساء في جامعة الشرق الأوسط ميدل إيست يونيفرسيتي.